شو رأيك أستاذ بالمفاجأة؟ أنا مفاجأة؟ وراك اتطلق. مين هي؟ بنتي سوسن سكرتيرتك الجديدة. أنا حكيت مع أبو واسخ وقلت لك على انترفون راجعيه وبيخبرك كل شي صار. أستاذ أنا عرفت السبب، معك حق 100%. السكرتيرة ما لازم تكون حلوة لأنها بتلفت النظر وبتلهي المراجعين. اطلع أستاذ، شوف في أبشع من هيك والسكرتيرة هي أبشع من وجه أمل 100 مرة. يا مجوة أستاذ ليش عم تضحك؟ لا ما في شي، بس تذكرت نكتة قديمة. شو قلت أستاذ؟ تطلع تستلم الشغل هلأ ولا تيجي بكرة الصبح أحسن؟ الأحسن إنك تبعتيها على البيت. إجازة؟ لسه ما توظفت، أوان بدك تعطيها إجازة؟ لك هلأ شو بدي بعتها على البيت؟ خديها على البيت، بلكي الله بيبعت لها نصيبها. والوظيفة؟ أنا ماني موافق على توظيفها. ليش؟ لأنه بخاف شي يوم تنسى وتقوم تغسل وشها وتروح الجلعة كلها وتجيني على الدوام حلوة، وبتعرفي أنا ما بيناسبني بالمديرية يكون عندي سكرتيرة حلوة لأنه بتلهي المراجعين وبتعطل الموظفين وبتأخر الشغل. اتطمر أستاذ، ما بخليها تغسل وشها بنوم. ما بقدر، شلون بدي نام؟ بيتلوت الحال. لك اسكتي أنتي. شوف أستاذ، الله يخليك وقظفها مشاني، ما بخليها تغسل وجهها بنوب، وإذا غسلته بإيدي أنا بشخبر ليا. الله يخليك أستاذ، يخلي لك مرتك وولادك. لو سمحتي يا مدام سامية، اسحبي بنتك وخديها من هون. يلا. يعني ما في أمل؟ لا ما في أمل أستاذ، إذا وجهها لسه تحلو بشعه. شلون بدي بشعه؟ بعدين ما بقدر اطلع حالي بالمراية. لك اسكتي أنتي. أستاذ شو رأيك بشحور له وجهها بالأحمر شوية الخار؟ شوفي يا مدام، مو إذا بتشحوريها بالأحمر، إذا بتشحوريها بالأسود وبتنفضيها مثل وجاء الأذان، ما في أمل. يعني ما في أمل، خدي بنتك وتيسر. كم مرة فهمتك تبطلي العادي؟ طمنونا شو صار معكم، قول مبروك. نتعشى اليوم ولا نخبي حالنا لحلوان بكرة؟ ألو، أعطيني خط. ألو، اعطيني مواسيق. الو مواسيق، جوزك طلع فافوش. نعم مثل ما عم قلك طلع فافوش. مديرنا معبره بنوب. بس ما اتلبك هلا وانا عم قل الكلمتين اللي حفظتهم لزهره. لا ما راح اتلبك، تدربت عليهم منيح. هي بس تطلع معي اول كلمه، الباقي اكيد بيكرشوا لحالهم. الخوف مو هون، الخوف انه زهرة تصدني من اول كلمة وما تسمح لي اقول كل شي محضره. ساعتها ما راح استفيد شي. اكيد زهرة راح تصدني اذا جوز بنت خالتها زعلت منه وطلعت من بيته لانه حكاها كلمتين حلوين. انا شو راح تساوي معي؟ اكيد من اول كلمة راح تترك الغداء وتطلع من البيت، ساعتها راح تنتزع الخطة. سيدي حتى لو فشلت هالمرة بكفي ان راح تكون الشرارة اللي راح تفجر صمام الامان اللي مجنني. مسكي هالوردات وشميهن وزوعوا على الأرض، يستر على عرضك طخي ولميهن. طيب يا هي، مسكي هالباقة يا أحلى زهرة فواحة بريحة عطر. ميرسي، كلك ذوق وكلك شعر. عفوا محمود، الحكي مو لك. لك هلا مين؟ ما في حدا غيري واقف هون. ها مو ضروري تعرفي. بعرف لحالي، الزكي بيلقطها وهي طايرة. وشو لقطي يا حضرة الرادار؟ هاي الباقة بعرف لمين جايبة، لهلأ لسه ما اجت. بس طيب لنفترض انك بتعرفي لمين، شو عرفك انه لسه ما اجي؟ صلي نص ساعة عم بستناها على البالكون. لا ما شرفت حضرتها. منو هاي؟ مرتك هنا. هنا لهلأ ما اجي؟ والعزيمة؟ انا عزيمة ابو طارق. مين قال عزيمة؟ انا ما قلت عزيمة، انا قلت عزيمة. شي عن اسمك. مين قال عزيمة عن اسمك؟
تحشرني هالطولة. عزيمة خلاص تأمن غدا اليوم لروح اطفي عن المجدة. مالي شامم ريحة طبخ ونفخ، معناتها أكيد موصي على أكل جاهز. بتفهم بالصدفة بتفهم. هنا يا هنا. أهلين بابا. أهلين دنقور. شو القصة بابا؟ صار كل يوم عم تيجي وحامل بإيدك بقى تورد، في شي بالجو؟ إيه في. شو في؟ في طيارات وهي بوينغ كمان. أمك ما أجيت ما؟ لا لسه. ولا اتصلت؟ ولا اتصلت. شو صايرين ستيريو؟ كل واحد يجاوبني لحاله. تعال دنقور، شلون دروسك بابا؟ اخذت فيهم كلياتهم 10. الله يرضى عليك. وانت ارجيله؟ انا؟ ايه. شوف قد ايه حطت لي المعلمه. صحيح بابا في عزيمه؟ الماما قالت لك ما؟ لا. لك قال شو عرفك؟ انا قلت له. تعال ارجيله ده. تعال ارجيله تعال. تعال شوف. معناتها الماما قالت لك؟ لا. لك قال شلون عرفت؟ العصفوره قالت لي. شوف فكر ما في بالجو غير طيارات وفي كمان عصافير. مزبوط بابا. اسمع شوي، نحن عنا عزيمه وماما عازمه رفيقتها. شفت ما قلت لك يا زكي انه عنا عزيمه؟ شلون ماما عازمه رفيقتها ولسه هلا ما اجت ولا حضرت شي للعزيمه؟ ما هذا اللي مجنني. سلامتك من جنان. اسمع ولا حركات مالها طعمه على الغدا ما بدي. ولا يهمك بابا، نشيلها شويه ملح. شو هي؟ الحركات مشان يصير إلها طعمة. لك كم مرة فهمتك؟ نكت بايخة لا تحكيها، فهمت؟ كح 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 ما؟ مثل ما فهمتكم أنت وياه؟ نهائياً إذا بتقلل أدبك على الأكل بحياتك ما رح تركب بالسيارة. إن شاء الله تكون حلوة يا رب. وليه؟ ادعي لي يا ادعي لي الله يا رب ادعي لي سليم ادعي لي. تفضلي باقة الزهر يا أحلى زهرة فواحة. تفضلي باقة الزهر يا أحلى زهرة فواحة بأطيب هضر. قلت لك كلك ذوق كلك شعر ما صدق. هذا أنت؟ إيه أنا بدي هنا. شو بدك منها؟ عاوزتها بشغلة خاصة، شغلة نسوان يعني. مو قلتي إنك كنتي عم تنتظريه على البلكون؟ معناتها بتعرفي إنه ما أجيت. إيه حصت لي أنا شوي وظبطت شعراتي وفتت لهداك الصوب، قلت لحالي في هذه الأثناء بتكون جايين. لا لسه لم تأتي. شو الشغلة على كيف ويسكر الباب بوشي؟ بدي فوت يعني بدي فوت. يا! أحسن شي ارجع استنى على البلكون، بس تجي هنا افوت أنا وياها غصب عنه. اجت هنا اجت هنا. تأخرتي لهلا. لين زارتنا؟ أهلا وسهلا. غصب عني تترك الوظيفة وساعتها. اي والله ستي الله يعطيك العافية، بس مالي شايفتك حاملة شي بإيدك لتكوني نسيتيهم بالسيارة. أنو سيارة؟ بالتاكسي اللي وصلتك، لأن أنا حاكم وعم لمه للغسيلات بالصدفة شفتك نازلة بالتاكسي. شو بدي ساوي جارتنا؟ تأخرت بالجولة وسيارة المديرية خلص دوامة وتضطريت آخذ تاكسي. تصوري فوق تعبنا عم ندفع أجر التاكسي. والغراض؟ أنو غراض؟ الأكل. الأكل؟ الأكل تبع العزيمة. جارتنا عزيمة. هنا ما في بالعادة تخبي علي أنت. ما عم بفهم عليكي، وشو بدي خبي عليكي أنا؟ أنا بعرف إنك ما بدك تقليلي مشان ما تعذبيني يعني بمساحتك وتحضير السفرة وأيمانة. لا لا تفكري هيك، لا تفكري بنوب. إحنا جيران وجيران لبعضها، بعدين أنا مو حي الله جارة، أنا صرت من أهل البيت. على عيني، بس جارتنا أنا ما عندي عزيمة ولاني عازمة حدا، حتى جوزي ولادي ما حضرت لهم أكل. أبصر شو تغدوا يبعك لي همة. شو الشغلة على كيفة؟ جوزة قال لي في عزيمة وقط ما بيهرب من عرس. مالي غير أرجع على البلكون أنتظر المعازيم ساعتها لا هي ولا جوزة بيقدروا يتهربوا مني. ليش تأخرتي؟ حبيبي طلعنا بكير مع جروب سياحي وعلى أساس ساعتين ثلاثة وفعلاً الساعة 12 خلصنا، بس تعطل الباص على الطريق. الحمد لله السلامة. والعزيمة شو صار فيها؟ قصدك عزيمة زهرة؟ ليش نحن عازمين غيرها؟ يا حبيبي تأجلت لبكرة. تأجلت؟ وليش ما خبرتيني؟ نسيت، أنا آسفة معك حق، كان لازم خبرك.
انتوا شو عم تعملوا؟ لسه ما تغديتوا يعني؟ عم نعمل مثل العادة جزموز. يعجبنكم شو الحكم؟ انا ميتة من الجوع. تأجلت لبكرة؟ يا حبيبي من هون لبكرة بكون نسيت اللي حافظون. حص بيفلق الصخر. ايه وبعدين؟ ريضة المعازيم طولوا. لا يتبصر من بيت جميل. شو هالحكي؟ ايه ما انحرم هالقامة يا حق. هات عنك تقبرني كمل الاكل. هات هلا قلتي بدها تجي ولا ما بتعرفي؟ وعدتني معها انه تجي هي وياها بكره. شوفي اوعك تفكريني كثير مهتم بجيتها. حبلها تجي اهلا وسهلا، ما حبلها هي حره بس يعني. هات البندوره حبيبي. تفضلي. يسلموا. بلكي سافرت. مو هاي زهره؟ لوين بدك تسافر؟ ترجع على بيتها على بانياز. اذا سافرت سافرت، بنرجع نعزمها مره ثانيه ما مشكله. يا حبيبي لسه بدي استنى لتجي مره تانية. طيب شو رايك لحتى نلحق الوقت يعني نعزمها على العشاء؟ لا حبيبي ما بيمشي الحال. لك ايش العشاء مثل الغداء كله عزيمه. ما بلحق احضر شيء للعشاء، انا بكره باخذ اجازه وبحضر الغداء. ايه على راحتك. اوعك تفكري اني عم لح على العزيمه مشان شيء معين. ها لا ابدا. بس حبيبي سليم هات البيض. طلعت من خير من الجزماز. مرحبا طارق. مين يا طارق؟ انا ام محمود. شو عم تطبخي؟ ريحة الاكل واصله لعندي. انت شو شايفه؟ شو هاد جزماز؟ ايه شو بدي ساوي؟ فتت لقيت جميل مبلش فيهم قمت كملت عنه. يلا اليوم رح يمضي وما رح ساوي شيء. شبه الجزمص شبه أكلة طيبة كتير وبتفتح النفس وبتصير مقبلات. شو عندك أكل جاهز بالفريزر؟ ما عندك شيفتين ثلاثة كبة كم قرصص فيها؟ قولي على عيونها. هلأ إذا قلت لها ما عندي بدها تطلع تحكي علي وتشرجعني بين الجيران. ايه طالعي حيلا شي من الفريزر ما حلو تغدي لجوزك بس جزمص. لا تأكل يا أما أنا بساعدي. مسكي محمود هاتي انت الطبخه وانا بطلع لك كم رصص فيها وكم رص كبه. مسكي. لا لا تعذبي حالك انا بعرف وينهم. ها قال بدها تغديني جز مز. قال ايه مو محرزة ينحسب علي غدا. يلا تغديت غدا منيح وجبت معي بس ما فهمت لا قصة باقة الورد ولا قصة العزيمة الا ما اعرف. اهلين جميل. اهلين حبيبي. يلا قوام روح غير ثيابك الغدا صار جاهز. يلا شبك جميل واقف محلك ما تفوت تغير ثيابا. يلا حبيبي قوام. ما بدك تتغدى يعني؟ جميل بدك تتغدى ولا لا؟ بدي اتغدى. عجلك شوي لانه الاولاد جوعانين. شغلي بتجنن. بكير هلكتني بالتليفونات وهي عم تسال عني. هلا وقت شافتني ما سالتني وين كنت. لك شو هالمره هي؟ مو مره واحده اتصلت فيي. اتصلت فيي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. إيه خمسة؟ خمس مرات؟ هي أكيد مأجلة الخناقة لبعد الغداء مشان الأولاد يتغدوا. معها حق، لأنه إذا تخانقنا هلأ لا نحن رح نتغدى ولا الأولاد. يلا ماما غسلوا ايديكم. اهلين يا مرضي.
لا بدي بوسك مثل ما باسك الدبور. يا حلوة. صب لك رز. صبي لي رز. يلا معقولة قدراني تصبر لبعد الغداء؟ يا على الأعصاب، هدوء فظيع كأنه مو صاير شي بنوب، بس أكيد هذا هو الهدوء اللي بيسبق العاصفة. الله يجيبنا. شو صاير اليوم؟ متأخر كتير. كنت عم نزل بضاعة. الله يعطيك العافية. الله يعطينا خيرك. بالظاهر بدك مصاري. لكن شو بدك؟ بدي اتغدى معك يا حبيبي. بدي اتغدى معك يا حبيبي. مها بلا لف ودوران، قلي لي شو القصة؟ اينو قصة؟ قصة هالعزيمة العرمرمية، هالمائدة، هالوليمة الفاخرة، كل فكري العيد والله. وانت قلتها، بالنسبة إلنا أحلى عيد. عيد شو؟ عيد العمال؟ لأنه عيد زواجنا لسه بكير عليه. عيد ثمرت زواجنا يا حبيبي. ثمرت زواجنا؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليكي. أنا حامل. نعم؟ مفاجأة حلوة كتير ما؟ مفاجأة حلوة؟ منين حلاوتها؟ لسه ست شهور ما صرنا متزوجين، على القليلة خلي يمر سنة بلا أولاد. الشغلة مو بإيدي. لكان برجلك؟ نعيم ليش هيك عم تحكي؟ بدك تزعلني منك ها؟ حدا بيقلها لمرته هيك وهي عم تبشره أحلى بشارة بالدنيا؟ هذا بدال ما تبوسني وتبارك لي وتنزل تجيب لي هدية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسامحك يا مها على هالعملة، لسه ما لحقنا ننبسط بعرسنا. طبعا ما بدك أولاد مشان ما ترتبط وتضلك دايرة ورا النسوان من وحدة لوحدة. من كل عقلك عم تحكي هالحكي؟ لك عم من نصه. تعال ما بدك تتغدى؟ ما بدي، مفاجأتك السارة صدمت لي نفسي. تفضل جميل. بعدين رح يوصل وسيم والحريقة لسه ما هبيت. شو بك امي؟ دايمة صحتين وهنا. روح غسل ايديك وانت كمان صحتين، غسلوا ايديكم منيحة. ايه جميل، ما قلت لي وين كنت اليوم؟ الحمد لله اخيرا فرجت فرجت فرجت. ما سمعت شو قلتي؟ قلت لك وين كنت اليوم؟ وين بيكون يعني؟ كنت بالمكتب. اتصلت فيك وما لقيتك. السكرتيرة قالت لي، هي حطت السماعة من هون وأنا كنت. روحوا بابا، روحوا على أوضتكم، في شيء بده يصير ما لازم تشوفوه، حريقة بده يصير. لك تحرك. هي سكرت السماعة من هون وأنا فت على المكتب. ما لي نصيب أحكي معك، ليه ما اتصلتي مرة تانية؟ اتصلت مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. وما لقيتك وين كنت؟ وين تكون يعني؟ بالمكتب. وليش ما رديت؟ تليفوني مباشر خربان. مو صحيح، السكرتيرة حكت معي منه. شو قصتك هلا؟ شو قصتك؟ وين تكون يعني؟ بالمكتب يعني بالمكتب، وين تكون؟ مو شرط تكون بالمكتب نفسه، يعني كنت بالمديرية. كان عندي اجتماع أخذ الدوام من أولته لآخرته. طيب واحد بيساوي هيك اجتماع ما بيخبر سكرتيرته؟ ليش لحتى خبرها؟ هي المدير ولا أنا؟ مشان تعرف وين تلاقيك اذا حدا طلبك. ما بدي اياها تلاقيني، بعدين بتزعجني اثناء الاجتماع. لك حدا طعم السمكات. جميل لا تلف وتدور، انا بحياتي ما سمعت اجتماع بضل من اول النهار لاخره. شو قصدي؟ عم تكذبيني؟ ولك يا عمي شو عليكي ما بتستحي؟ هلا انا صرت كذاب وين بدي اكون يعني؟ بدي اكون عم تتمشاني مع شي وحده وعامل لك انه انا بالمكتب، وين بدي اكون؟ ولك وانت ما كنت شي، وين بدي اكون؟